شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي بدأت هذا اليوم في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض. ولدى وصول جلالة الملك المفدى إلى مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات كان في الاستقبال أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. وفي بداية الجلسة ألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة، كما ألقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس القمة العربية كلمة. ثم ألقى مفد الرئاسة المؤقتة لاتحاد دول أمريكا الجنوبية كلمة. وكان قد وصل بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة هذا اليوم ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان في مقدمة مستقبل الملك المفدى لدى وصوله أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ومعالي السيد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وأصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة العربية السعودية من مدنيين وعسكريين. وقد تفضل جلالة الملك المفدى لدى وصوله بالتصريح التالي: يسرنا ونحن نصل اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة أن نعرب عن سعادتنا للمشاركة في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي ستعقد في مدينة الرياض يومي 10 و11 من نوفمبر تلبية لدعوة كريمة من أخينا العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، مؤكدين أن هذه القمة تكتسب أهمية استراتيجية بالغة حيث تعقد في المملكة العربية السعودية صاحبة الدور الريادي في قيادة العمل العربي المشترك وتقوية الروابط بين الدول العربية مع كافة دول العالم وتكتلاته.
كما أنها تأتي في مرحلة فارقة مليئة بالتحديات الجسيمة التي تستدعي التكاتف والتعاضد لتحقيق الآمال العريضة بأن تشهد الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية نهضة مباركة وانطلاقة مثمرة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن القمم العربية مع دول أمريكا الجنوبية تمثل دائما مصدرا للخير والنماء في العلاقات بين المنطقتين، ونحن نقدر كثيرا ما تحقق خلال السنوات الماضية، ونتطلع في هذه القمة الرابعة أن ترتقي بالتعاون لمجالات أرحب تلبي طموحاتنا في توطيد أواصر التنسيق بين دولنا وإرساء آليات لتعزيز التشاور والتفاهم حول الرؤى والمواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمية والدولية، ووضع استراتيجيات عصرية لتحقيق المزيد من الرخاء والمكانة لشعوبنا وترسيخ أمن واستقرار دولنا. ونعرب عن أملنا في أن تكلل أعمال القمة بالنجاح وأن تكون بمثابة لبنة جديدة في مسيرة تعميق وتوطيد علاقات التعاون المشترك وبلورة آفاق واعدة في المجالات كافة. وكان جلالة الملك المفدى قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته في وقت سابق من هذا اليوم، ويرافق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وفد مكون من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، معالي الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، معالي الشيخ حمد بن إبراهيم آل خليفة، معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي، سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشاري صاحب الجلالة لشؤون الإعلام، سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، سعادة الفريق ركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، سعادة الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، سعادة اللواء ركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية، سعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لجلالة الملك المفدى، سعادة اللواء ركن طيار محمد بحسين المسلم قائد قاعدة الصخير الجوية.